فيلم أكشن بيشبه أفلام الأبطال الخارقين، بس بنفس الوقت مبني على واقعة تاريخية صارت فعلا. خلونا نشوف القصة الحقيقية ورا 300. ممكن العديد منكم ما يكونوا بيعرف انه فيلم 300 او 300 يلي طلع بال2006 مأخوذ من قصة مصورة بنفس العنوان، حتى انه كتير من اللقطات اللي شفناها بالفيلم مأخوذة مثل ما هي من صفحات هي القصة المصورة يلي بدورها مبنية على احداث حقيقية. بتحكي كيف بضعة الاف جندي يوناني او اغريقي من بيناتهم 300 من ولاية سبارتا وقفوا بوش واحد من اكبر جيوش العالم وكبدوه خسائر كبيرة. هلأ لا الفيلم ولا القصة المصورة حاولوا يقدموا حالهم على انهم دقيقين تاريخيا، وورجونا الاحداث مع مبالغاتها من وجهة نظر احد الجنود السبارتيين. مشان هيك جيش الفرس بالفيلم كان اشبه بالوحوش، وإفيالتس يلي خان الإغريق طلعوه مشوه، مع أنه تاريخياً ما بنعرف عنه شي غير اسمه واسم مدينته. المعركة المذكورة بالفيلم هي معركة ثيرموبولي يلي صارت بعام 480 قبل الميلاد، وسميت نسبة للمكان اللي صارت فيه، واختار الإغريق هذا المكان لأنه ساعدهم على التعامل مع أعداد الفرس الكبيرة. اليونان القديم كان مشكل من عدة ولايات مستقلة عن بعضها، بيتحالفوا وبيتحاربوا حسب الضرورة، وحتى أنه بعض هي الولايات كان واقف مع الفرس بالحرب. سبارتا كانت أقوى ولاية عسكرياً، ولهيك ملكة ليونايدس هو اللي قاد جيش الإغريق. بحسب المؤرخ هيرودوتوس، جيش الإغريق كان مكون من حوالي 6000 جندي، من بيناتهم 300 من سبارتا يلي هن حرس الملك الشخصي، وواجهوا أكثر من 2 مليون جندي فارسي. بس المؤرخين اليوم متفقين إنه الإغريق كانوا حوالي 7000 والفرس كانوا بين 120 وال 300 ألف، ومع هيك هذا فرق كتير كبير. جيش الفرس كان تحت قيادة الملك زركسيس الأول، حاكم أكبر إمبراطورية عرف العالم لهداك الوقت، وكانت بتمتد من الهند والباكستان لمصر وأجزاء من أوروبا، وكان واثق من انتصاره باعتبار اليونان كلها على بعضها كانت نقطة على الخريطة قدام امبراطوريته، مع انه والده داريوس فشل بحملته السابقة على اليونان، فكان حل زيركسيس انه يرسل جيش اكبر. ولما بعت ناس يتجسسوا على معسكر سبارتا قبل المعركة شافوهم عم يمشطوا شعرهم ويدهنوا اجسامهم بالزيوت والعطور، فقال هدول طنطاط وما خرجوا نقتال، وزادت ثقته بالنصر. بس يلي ما كان بيعرفوا انه السبارتيين كانوا عم يعملوا هي الطقوس لانه عم يجهزوا حالهم للموت. الحياة بسبارتا كانت قاسية كتير، وبتتمحور حول القتال وخدمة البلد والبقاء للأقوى. المولود الجديد كان ينفحص، وإذا في أي عيوب أو مشاكل صحية ينترك ليموت، وبس يصير الولد عمره 7 سنين كان يتعرض لدورة تدريبية شرسة، معظم اللي بيفوتوا عليها كانوا يموتوا. الولد الوحيد المعفي من هي الدورة هو الابن الأكبر للملك اللي كان يتدرب على استلام مهماته المستقبلية، بس ليونايدس هو الابن الأصغر لأبوه واستلم الحكم بعد ما ماتوا اخواته، لهيك هو متعرض لكل هي التدريبات. حتى النساء كانوا يتدربوا على القتال باعتبارهم خط الدفاع الاخير، اما المهمات الثانيه مثل الزراعه والحداده والبناء كانوا يعتمدوا فيها على العبيد. بالاضافه لهاد كانوا مجهزين بشكل افضل من جيش الفرس. اكيد جيش سبارتا ما فاتوا على المعركه بالاواعي الداخليه مثل ما ورجونا، كانوا لابسين دروع سميكة من البرونز وحاملين تروس أقوى وأسمك من تروس الفرس المصنوعة من القش. بفضل هي الميزات الموقع الاستراتيجي اللي حكينا عنه قدر جيش الإغريق يصمدوا لمدة 2 يوم وأوقعوا خسائر كبيرة بجيش الفرس وصلت لحد 20,000 جندي. بس باليوم الثالث شخص إغريقي اسمه إفيالتس أخذ 30,000 جندي فارسي ودلهم على طريق خلفي ليلتفوا لورا المضيق، بس درج الجيش الإغريقي بهذا الشيء انسحب معظمه باستثناء حوالي 2000 جندي من بيناتهم ليونايدس وجنوده ال 300 يلي ضلوا عم يقاتلوا للرمق الأخير. القصة تبع هالمعركة انتشرت ووصلت لكل الولايات اليونانية، ويقال إن شجعتهم وإلهمتهم ليتحدوا وينتصروا على جيش زركسيس يلي انسحب وفشلت حملته ضد اليونان مثل ما فشلت حملة أبوه، وهي كانت آخر حملة كبيرة لتوسيع الإمبراطورية الفارسية بهديك الحقبة وبداية لسقوطها، لأنه بعدها بلشت كتير من المناطق اللي تحت سيطرتهم مثل مصر ثور وتنطفئ ضدهم. بعض المؤرخين بيعتقدوا أنه هذا الشيء كان رح يصير عاجلاً أم آجلاً، والبعض بيعتقد أنه فعلاً ليونايدس وجنوده الـ 300 غيروا مجرى تاريخ العالم بتضحيتهم. نتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وخبرونا إذا شايفين الفيلم وشو رأيكم فيه، وأكيد نحن بانتظار اقتراحاتكم بالتعليقات حول أي فيلم أو مسلسل جعبالكم تعرفوا القصة الحقيقية وراء.